تحاول أروى الأمين حلاوي قدر المستطاع أن تفسر لنجلها عباس الذي يعاني من التوحد أسباب ملازمته المنزل بسبب جائحة كورونا، تشغل نجلها بمؤازرة زوجها بأنشطة ترفيهية وتوعوية تخفف عليه وطأة المكوث في المنزل. بدنا نقدر نجرب نكيفه انه نحن ما قادرين نظهر من البيت، ما قادرين نروح على المؤسسه او المركز، لانه بتعرف الروتين حبيبي، بتعرف الروتين اليومي، خليه يشارك بكل النشاطات اللي عم نقوم فيها بالبيت، ان كان انه وقت الطبخ ووقت يمكن القعده كلنا سوا هو شو بحب. تداعيات البقاء في المنزل على أطفال التوحد سلبية جدا، من هنا يطلق متخصصون توصيات للأهل بالتحلي بالصبر والتواصل أكثر مع الأشخاص الذين يعانون من التوحد بعيدا من التوتر. بقلب هيدا سكجول نحترم الفيقة الصباح والنوم دونك عشية، الوقت المحدد اللي كانوا يتبعوه من قبل. هيدا النشاط في يكون فردي، في يكون جماعي، بس مع إخوته أو مع أهله أو مع إخوته وأهله. هالأنشطة فيها تكون حسية دونك مثل الدغدغة، الرسم والتلوين، تحضير قالب حلوى أو مثلا باغ إكزومبل بيتزا، يعملوا بيتزا مع بعضهم، يساعد أمه بتتوية الغسيل، رتب الأغراض بمحلها. يبقى التحدي الأكبر بالنسبة للذين يعانون من التوحد هو التأقلم مع النمط المعيشي المستجد بسبب انتشار كورونا وسط إغلاق المؤسسات المختصة باستقبال حالات التوحد أبوابها راهناً. الانتقال من سن الطفولة إلى سن الرشد هو عنوان الأمم المتحدة لمناسبة اليوم العالمي للتوحد، وفي لبنان أمال بدمج الأشخاص الذين يعانون من التوحد في المجتمع، دمج يحتاج إلى فريق باختصاصات متعددة ومزيد من الدعم من قبل الدولة. جين عفيش، الحرة، بيروت.